بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ النهاردة موضوع جديد شوية. هو مش جديد، هو اوريدي مر عليكم قبل كده في كورس الاستاتيك، ألا وهو التراس. النهاردة هنتكلم عن analysis of statically determined trusses. التراس هو structure system مكون من slender members. The truss is a structure composed of slender members. يعني ايه slender member؟ يعني حاجة معتبر ضعيفة في الكمبريشن ولكن شايل، بتقدر تشيل tension كويس. slender يعني حاجة خفيفة ما اقدرش اعتمد عليها في الكمبريشن، وبالتالي انا دايما في الستيل structures عامة انا بحاول اعتمد او احاول اخلي معظم الممبرز في التنشن عشان استفيد من قوة الحديد. ولكن لما اضع الحديد في الكمبريشن وانا بستعمل قطاعات صغيرة، يبقى يمكن يبقى عندي مشكلة في الباكلينج او شيء من هذا القبيل. فعامة انا فكرة التراس ان انا بحاول اوزع الاحمال بتاعتي على مجموعة ممبرز كتيرة، وبالتالي يبقى كل ممبر جاي له فورس صغيرة، وبالتالي انا مش محتاج ان انا استعمل ممبرز كبير. ف ال planar trusses lie in a single plan and are often used to support roofs and bridges. يعني دايما ال plan اللي هو يعني التراس كله in one plan، زي ما في عندنا 3D truss في 2D truss. فال 3D truss يبقى عندي الممبرز موجودة أو متوزعة في شكل ثلاثي الأبعاد. ولكن في ال 2D truss أنا بعمل truss واحد، يعني يمكن هنا يبقى أنا بعمل آدي truss أهو، والتراس ده يبقى ده آدي 1 truss في 1 plane، وبعد كده بكرره، بعمل واحد تاني وراه، بعمل تاني واحد وراه وهكذا. يبقى كل تراس شغال لحاله ان اتس بلان. من دايما زي ما قلنا من اشهر استخدامات التراسز هي الروفز والبريدجز، وهو من احد السيستمز اللي بتستخدم لتغطيه سبانز كبيره. يعني ايه سبان؟ يعني مسافه بين القلم والقلم. يبقى عشان اغطي مسافه زي دي ما بين القلم والقلم من غير ما اعمل اي انترنال سبورتس، مفيش اي سبورتس في النص، ففي الحالة دي أنا أقدر من أحد الحلول للأس أوف دي إن أنا أستعمل التراس. ودايما تلاقي التراس لو أنت رحت أي مثلا صالة ألعاب، تغطية ملعب، تغطية أرض معارض، كل الستراكشرز اللي تحس إن هي محتاجة أوبن سبيسز كبيرة، ويعني نوت ريكومند إن أنت تستعمل أي كولومز أو سبورتس في النص. فدايما التراس من احد الحلول الواردة على طول في حلول هذه الاستراكشرز، تمام. وطبعا بيستعمل بشكل كبير برضو نفس الفكرة ان البريدجز انت محتاج ان انت تعمل تغطية لمسافة كبيرة او سبان كبير بتوين سبورتس، بتغطي مجرى مائي، بتغطي تقاطع طريق، يعني كل التقاطعات الكبيرة دي، وفي نفس الوقت عايز تقلل عدد الكولمز او السبورتس اللي موجوده في النص. فدايما التراس احد الايه الاستراكشرز الاستراكشر سيستمز المستعمل لهذه الاسباب. طيب التراس all members، يبقى ده الاسامبشنز اللي انا هبني عليها الديزاين بتاعي او الاناليسيس بتاعي. All members are joined together by smooth spans. يبقى أنا بعتبر إن كل connections between the members المختلفة in truss system كلها connected with pins أو hinges، وبالتالي أنا ما عنديش أي moment عند the start وال end. أنا عندي hinge هنا وعندي hinge هنا، تمام. All loading are applied at joints. يبقى كل الأحمال موجودة عند الجوينتس فقط. يبقى أنا بعتبر الأحمال عند الجوينتس، مفيش حمل موجود في نص ممبر
او ما جي او ما فيش حمل موزع هنا، بالرغم ان هو في حمل يعني، ولكن ده عشان كده سميناه assumption not accurate. يبقى ده assumption، انا عندي حمل في النص وعلى الاقل الاون ويت، مش عندي الاون ويت هنا، وزن الممبر نفسه بيأثر على الممبر في النص، ولكن انا بعمل لامبنج لكل الاحمال عند الجوينتس فقط، تمام، وبعتبر ان كل الكونكشنز بتوين الممبرز المختلفه كلها بتاثر عند الايه، عند كلها سوري، كل الجوينتس دي عباره عن هنجز. يبقى الممبر ده تمام، because of these two assumptions each stress member acts as an uniaxial force member. اللي هو لو تفتكروا احنا كنا بنتكلم عن واحنا بنتكلم عن السبورتس والرياكشن، قلنا اللينك ممبر، اللينك ممبر اللي قلنا عباره عن ممبر اوله هنج واخره هنج ومفيش اي سبورتس في النص، يبقى كل التراس ممبرز هو عباره عن لينك ممبرز او يعني شبه اللينك ممبرز، تمام، وبالتالي هي بتحمل فقط اكسيال فورس. يبقى كل الاحمال الراسيه اللي جايه هنا انا رحت موزعها على مجموعه الممبرز، كل ممبر من ده شايل اكسيال فورس فقط، تنشن اور كومبريشن. يبقى التراس هيشيل كل الممبرز اللي فيه، بتشيل يا اما تنشن يا اما كومبريشن فورس اونلي. طيب كلاسيفيكيشن اوف كوبلانر تراسز، هنا بيقول لك سمبل تراس تو بريفنت كولابس ذا فريم ورك اوف ا تراس ماست بي ريجيد. يبقى انا لو جبت مجموعه ممبرز كده four members ورحت رابطهم ب hinges كده او يعني connection بتسمح بالدوران، الاقي ان مفيش اي stability في الكيس دي او الاستراكشر ده، ده بيلف ده بيلف، مجرد ان هو اي force بتأثر عليها هيحصل complete collapse للسيستم ده. عشان اعمل امنع الكلام ده to prevent this collapse، وانس ان انا حطيت دياجونال بس هنا في الممبر ده، يبقى النقطه دي لو عايزه تتحرك يبقى تحولت ان النقطه دي تبقى او الممبر ده يحصل فيه تنشن ويمنعها ان هي تتحرك. تخيل نقطه سي دي عايزه تيجي ناحيه اليمين شويه، فعشان تمشي ناحيه اليمين ده هيخليها تلف عادي، وده هيمشيها عادي، وده هيمشيها عادي، ولكن الممبر ده عشان يتحرك يروح هنا شويه لازم الطول ده يزيد. يعني لو عملت كده يبقى عندي نقطة C دي بقت هنا، وبقيت عايز أمشي الطول هنا، بقى لازم طول الممبر ده يزيد، ومعنى كده إنه معنى إن هو بيزيد معنى كده إنه بيحصل فيه تنشن. يبقى هو قوة التنشن فورس اللي موجودة في الممبر ده هتمنع التراس ده أو السيستم ده إن هو يتحرك، وده اللي يعمل له الاستابيليتي. يبقى the four bar frame ABCD in the figure will collapse unless a diagonal such as AC is added to added for support. يبقى once ان انت حطيت الدياجونال ده هيحصل stability، ما حطيتش الدياجونال ده يبقى في الحالة دي انت عندك unstable structure. يبقى the simplest form that is rigid or stable is triangle. يبقى دايما التراس عبارة عن مجموعة units أو مجموعة members بتكون triangles مع بعض، تمام؟ ما يقدرش يعني لو بصيت على أي truss ما ينفعش ألاقي فيه أي loop أو أي فتحة فيه عبارة عن rectangular أو trapezoid، لازم يبقى عندي triangle، لازم members كلها بتكون مع بعض إيه مثلثات أو triangles عشان يحقق لي الاستابيليتي بتاعتي. وبالتالي انا يمكن اعمل بقى كومباوند تراس، يعني احاول اعمل كومباينيشن بين تراس الصغيره بتكون تراس كبير. يبقى كومباوند تراس از فاي كونكتنج تو اور مور سمبل تراسز توجذر. يعني عندي ممبر اللي هنا دون، بدل ما اخلي ممبر واحد يشيل الفورس اللي فيه مثلا، انا حاسس ان الفورسز بتاعتي كبيره، يمكن اروح اعمل تراس صغير، ده اللي هو ده كده التراس ده كده تراس صغير يشيل الفورسز اللي هنا، تمام، وهنا نفس الكلام، وهنا التوب كورد نفس الكلام، هنا نفس الفكرة.
فكرة أبدأ أقسم الإيه اللي أعمل تراس صغيرة جوه التراس الكبير. تمام. Quite often this type of truss is used to support loads acting over large span. ببدأ بقى أعمل الحاجات دي لما يكون عندي أحمال كبيرة وعندي spans كبيرة، ببدأ أخش من simple truss للcompound truss، بغير من simple truss للcompound truss. يبقى simple truss هو سيستم عادي بيكون مجموعة members بتكون مثلثات مع بعض و connected together بأشكال مختلفة. طيب في التايتل بتاعنا احنا قلنا ان انا عندي analysis of statically determinate truss. طب اعرف ازاي ان التراس ده determinate or not determinate او statically indeterminate؟ هنا القانون بتاعنا مختلف شوية عن حالة الايه الفريمز او البيمز اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. هنا بعتمد على ال P اللي هي number of parts of the truss وال R the total number of external support reaction. يبقى عندي reaction وعندي ال B اللي هو number of parts وال J اللي هو number of joints. هو number of joints. يبقى لو number of parts plus reactions equal to 2 times ال number of joints يبقى ده statically determined truss. يبقى ده الشرط اللي احنا عايزين نتأكد منه في ال trusses بتاعتنا. طب if P plus R أو ال number of parts plus the total number of external reaction more than 2 times ال joints أو number of joints يبقى ده statically indeterminate. والفرق ما بين التو سايدز دول هو ده اللي بيديلي ال degree of indeterminacy. نفس فكرة ايه اللي زي ما قلنا برضو اللي يهمني الفرق لما يكون عندي statically indeterminacy، يبقى في الحالة دي بيهمني الفرق ما بين التو سايدز واشوف درجة ال indeterminacy كام، درجة ال indeterminacy كام بالظبط. طيب طب لو طلعت اقل B plus R less than 2J، ففي الحالة دي يبقى ده unstable truss. يبقى ده unstable truss. عندي الحالتين دول يبقى ده stable truss، ولكن بيختلف في طريقة الاناليسيز. هو اللي هو statically determined فهستعمل equilibrium equations فقط ودي كافية بالنسبة لي اني اطلع كل الانونز، ولا statically indeterminate فانا محتاج استعمل طرق تانية في الاناليسيز عشان اطلع الانترنال فورسز اللي عندي، ولكن both of them تمام both of them are stable. ولكن once ان P plus R less than 2J ففي الحالة دي ده unstable. وفي حالة ان هو unstable يبقى ايه it doesn't matter بقى اذا كان ده determinate or indeterminate. الكلام ملوش محل من الاعراب زي ما بيقولوا، يعني انت في الاخر المبنى او الاستراكشر بتاع انستيبل فانت بتتكلم في ايه. تمام. طيب يعني مثلا عندي تراس زي ده بيقول classify if the truss in the figure is statically determinate or statically indeterminate. كل اللي هتعمله ايه مطلوب مني 3 items محتاج احددهم. تمام 3 numbers ال R و ال B و ال J. ال R هو ال reactions زي ما كنا بنحسبها قبل كده في ال beams و ال frames في الشابتر اللي فات، و ال J اللي هو number of joints و ال وال B اللي هو number of parts. طيب يعني الموضوع محتاج counting شوية. أول حاجة reaction ده رولر، يبقى أنا عندي رياكشن واحد، وعندي هنج يبقى عندي تو رياكشنز، يبقى الآر في الحالة دي إيكوال 3. نمبر أوف جوينتس أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى الجي عندك بكام؟ ب 11. و number of parts
ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، وبعد كده 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى عندك البي صح كده ولا انا قصدي غلط؟ ادي 3 و3 6، واتنين ادي 8، 8 وبعد كده عندك الاتنين هنا 10، وتلاتة ستة تسعة، لا يبقى 19. يبقى عندي ال بي ب 19، يبقى فعلا ادي ال بي ب 19، ال ار ب 3، ال جي ب 11. اطبق الايكويشن بتاعتي بليب بي بلس ار ايكوال 22، و 2 ملتبلاي جي ايكوال برضو 22. يبقى اذا الايه ال بي بلس ار ايكوال 2 جي، بدا ستاتيكالي determinate structure. Statically determinate structure. طيب. الاستابيليتي زي ما كنا بنقول اف ال بي بلس ار less than 2 جي. The truss will be unstable that it will be collapse. وده will be collapse. Since there will be an insufficient number of bars or reaction to constrain all the joints. معنى كان عندك البارز، في بارز ناقصة أو في supports، أنت محتاج تحط supports أكتر عشان يحصل لك stability للstructure بتاعك. وفي عندي حاجة اسمها external stability. As stated before, structure or truss is externally unstable if all of its reaction are concurrent or parallel. لو عندي كل اللي هو ايه كنا سميناه improper constraint. Improper constraints يعني انا حاطط supports ولكن مش محقق الغرض اللي انا حاططها من لي اللي هو الاستابيليتي. في عندي مشكله ما زالت في الاستابيليتي. لو عندي all supports او all reactions concurrent يعني بتقابله في نقطه واحده، يعني حاله زي دي كده، فانا عندي ادي الرياكشن ده بيعدي ماشي على الخط ده، وده كلهم يعني كلهم بيتقابلوا هنا، فده unstable. تمام. وانس بس ان انا غيرت الرولر دي رحت حطيتها في هذا الاتجاه، بقى عندي الرياكشن هنا بهذا الاتجاه، وبالتالي بقت الاستراكشر بتاعي او التراس بتاعي بقى stable. نفس الكلام الحالة التانية، ان هو لو عندي all reactions are parallel، وفي الحالة دي برضو يحصل لي instability لي أو external instability لي الايه التراس. فوانس ان انا بس وانس ان انا غيرت واحدة فيهم وعملتها هنج، تمام، بقى عندي رياكشن كده، فبقت الدنيا اختلفت. دقيقة واحدة يا شباب اشوف بس ال يبقى عشان يحصل internal stability يبقى لازم احقق الشرط بتاع ان ال P plus R يبقى more than or equal to J. يبقى more than or equal to J. يبقى لو ما اتحققش هذا الشرط يبقى عندي حالة instability، يبقى ده طبعا مرفوض. يبقى bear in mind however that if a truss is unstable it doesn't matter whether it is statically determined or indeterminate. ودي نقطة مهمة جدا. يعني لو الاستراكشر بتاعي أو التراس عامة unstable، يبقى أنت بتتكلم في statically determined or indeterminate كلام ملوش معنى. في الحالة دي the use of an unstable truss is to be avoid in practice. طبعا إيه؟ My logic ده كلام منطقي. ما ينفعش استعمل حاجة unstable. يبقى unstable if trust support reactions are concurrent or parallel. الحالة بتاعة اللي هي الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها، ان ده يمكن يبقى unstable برضو الحالة دي، ولكن يبقى عندي حالة unstability بالرغم ان انا محقق الشرط ده، زي ما قلنا في السلايد اللي فات ان لو عندي improper constraints موجودة، يبقى عندي ان كل الرياكشن في نقطة واحدة او كلهم parallel، في حالة خاصة قوي يبقى
عندي حاله محقق الشرط اس ار ايكوال اور مور ذان 2 جي، ولكن عندي امبروبر كونسترينتس عامله لي المشكله بتاعت الانستابيليتي. طيب لو خدنا مثال كده، لو قلنا classify if the trust shown is stable or unstable statically determined or statically indeterminate. يبقى أول حاجة أنا ما عندي من المعادلة البسيطة دي بي و ار و جي، يبقى أنا محتاج أحسب الـ 3 items دول. بداية لما أبص خارجيا كده ألاقي إن عندي في هنج، يبقى في عندي اكس و واي، وعندي رولر، يبقى عندي y reaction او y reaction in y direction. يبقى لا عندي concurrent ولا parallel، يبقى ال externally stable instability انا اتاكدت ان هو externally stable مفيش مشكله. يبقى اجي اشوف ال b bars اللي عندي، اجي اعد كده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 8 تمام 9 10 واللي في النص، اجي اجمع الكلام ده يطلع لي ال P equal 20. ال R number of reactions equal 3. ال joints equal 11. اطبق P plus R يطلع لي 23. 2J 22. يعني معنى كده ان P plus R more than 2J. يبقى هذا stable هو stable. ولكن statically indeterminate to the first degree. The first degree. تمام، هو ستيبل ولكن ستكلي اند ذا. طيب لو بصينا على المثال ده كده، مثلا كلاسيفاي اف ذا تراست شو از ستيبل ان ستيبل ستكلي ديترمينت برضه ستكلي اند ذا، نفس الفكره. انا عندي رولر، يبقى عندي رياكشن هنا، عندي هنج يبقى اكس واي عندي، وبالتالي يبقى هو اكسترنالي ستيبل. لا عندي كونكرنت forces للرياكشنز ولا parallel reactions، يبقى لا عندي parallel forces ولا concurrent forces، يبقى لا الحالتين بتوع الاستنري instability مش موجودين، وبالتالي يبقى انا ما عنديش مشكله من ناحيه خارجيه external instability. طيب يبقى فاضل بقى ابدا ادخل على حساب البي والار والجي. اجي اشوف البي، اعد كده، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 ده الخارجي، وعندي 4 كمان داخلي، يبقى عندي 12 ممبر. الار زي ما احنا رسمينهم كده هم 3، الجي ادي 3 وادي 2 وادي 3، يبقى عندي توتال 8 جوينتس. اجي الاقي هنا البي بلس ار ليس ذان 2 جي، ليس ذان 2 جي، وبالتالي عندي الاستراكشر ده او التراس ده internally unstable، وهو externally stable ولكن internally unstable. دايما كده خدها قاعده، احنا قلنا التراس المفروض بيعمل يونتس مثلثات، ده الاساس اللي هي ترانجل يونتس، هو دي اليونت الستيبل. لما الاقي المنظر ده كده الاقي الجزء اللي في النص ده مش عامل ترانجل، فده احتمال يعني 99.9% ان ده unstable. وانس ان انا عايز احوله لستيبل هعمل ايه؟ كل اللي اعمله لو حطيت دياجونال هنا كده، حطيت دياجونال هنا، كل اللي هيحصل ان البي هتبقى ايه؟ 13. يبقى بي بلس ار ايكوال 16. بقت الحاله دي ستيبل. او ان انا اروح اعمل ايه؟ ان انا هعمل برضو يمكن احط دياجونال كده، برضو عملت ترانجل هنا، ده عملت ترانجل هنا. في الحاله دي برضو هيبقى البي 13 وبي بلس ار 16 يبقى يتحول ل، حتى بالنظر كده من غير ما ابدا اعد واعمل، لو انا لقيت دايما كده في معظم الاحوال لو لقيت يونت في التراس بتاعي مش موجوده على شكل ترانجل، يمكن يبقى دي نقطه اقف عليها ويبقى عندي يعني فيدباك كامل من البدايه ان في مشكله في هذا التراس. طيب يبقى البلان تراسز، البلان زي ما قلنا ان هي يعني محطوط في 2 دي ويبدا بيتكرر، يعني زي الايه الصوره اللي كنا جايبينها في اول المحاضرات خالص. ايوه هنا اهو، يبقى عندي فيه تراس اهو، والتراس اللي هنا ده بايه بيتكرر كل ايه مسافه معينه، بيتكرر كل مسافه معينه.
دي تراس تانية، تراس تالت، تراس رابع وهكذا. يبقى ده بنسميه لاند تراس. غير الايه؟ ال 3 دي تراس. ال 3 دي تراس يبقى ايه؟ بيبقى الممبرز موزعه في الاتجاه. معظم او اشهر استعمالات التراسز زي ما قلنا ان هي بتستعمل لتغطيه مسافات او مساحات كبيره، فاشهرها طبعا الجباري. يبقى عندي عندك كوبري عايز بتعمل بتغطي تقاطع، بتغطي مجرى مائي، بتغطي سكه حديد، فانت عايز سبان كبير ما بين القلم والقلم او سبورت والسبورت، ومش عايز اي سبورت ثانيه في النص. من احد الحلول الكويسه في حاجه زي كده structural system هو التراس. فمن خبرات الناس هتلاقي في بعض الاشكال بقت متعارف عليها في حاله البريدجز، في حاجات متعارف عليها في حاله الروف، ويبقى عندي اشكال زي الفلات، زي الهو، زي الكي، يبقى عندي كي تراس، عندي الورن وهكذا. في بعض الاشكال هتلاقيها مشتركه ما بين طبعا البريدجز والروف، بس هتلاقي ان في البريدج يمكن تلاقي كثافه الممبرز اكتر شويه علشان الاحمال تبقى اعلى كتير من الروف صح. طيب هنا هنا بيبين لك ان لو عندي 3 ممبرز كونكتد مع بعض في هنجز، يبقى الحاله دي يبقى عندي حاله ستيبل زي دي. لكن وانس ان هو بقى 4 ممبرز يبقى انا عندي حاله انستابيلتي. انت حتى لو جربتها كده، جبت اربع ممبرز وحاولت ربطهم كده بمسامير خفيفه، تلاقي الموضوع مش ستيبل. وانس ان مجرد بس انك حطيت دياجونال هنا، الموضوع تحول تماما من انستابيلتي لستيبل بيس. طيب هنا السامبل تراس، ذا بيزك اليمنت اوف ا بلان تراس از ذا ترانجل، زي ما اتفقنا. 3 bars joined by pins and their ends constitute a rigid frame. لما يكون عندي 3 bars joined by pins، يبقى في الحاله دي هيبقى عندي rigid frame، ما يقدرش يتحرك يمين شويه. لو عايز احركه يمين يبقى الاقي الدياجونال او الممبر الثاني بيمنع وهكذا. طيب يبقى structures built from a basic triangle in a manner described are known as simple truss. يبقى عندي شكل مثلثات واضحه كده وسمبل، يبقى ده بنسميه سمبرس. يبقى فكره التراس زي ما السيموليشن البسيط اللي تحت ده موجود، ان هو بيعتمد على توزيع الاحمال على ممبرز كتيره، بحيث ان هو ينقل اللودز دي اللي موجوده هنا والموجوده هنا، عايز يوصلها في الاخر لايه؟ للسبورت النهائي اللي شايل التراس ده كله. بينقلها ازاي؟ عن طريق ان هو يبدا يوزعها على ممبرز مختلفه، وبالتالي يبقى الممبرز كل ممبر شايل جزء من الحمل. ده عشان كده التراس من المنشآت او من الاستراكشر سيستمز اللي معروفه ان هي بتبقى لايت ويت ستراكشر، اخف من ان انت تعملها فريم او انك تعملها منشأ تاني. عشان انا بستعمل ممبرز كتير، فيبدا الحمل الواحد يوزع على كذا ممبر، كل نصيب كل واحد زي ما بيقولوا كده يبقى رقم مش كبير. وبالتالي يقدر لما اجي اعمل بقى المرحله اللي بعد كده، مرحله الديزاين، يبقى ديزاين الممبر الفلاني عشان يشيل فورس مثلا كومبريشن قيمتها كذا او تنشن قيمتها كذا، يبقى الرقم اللي انت جبته من الاناليسيز مش رقم كبير. في عندنا طريقتين اساسيتين للاناليسيز. يبقى اناليسيز معناه ايه؟ ايه اللي انا اقصده بكلمه اناليسيز؟ المقصود منه ان انت مطلوب من حضرتك ان انت توجد الانترنال فورسز اللي موجوده في هذا السيستم. يبقى كل ممبر بيكون التراس محتاج ان انا اعرف هو فيه فورس قيمتها قد ايه، تنشن او كومبريشن. يبقى التراس بالحاله اللي احنا حطيناها دي، الحاله اللي احنا حطيناها دي عباره عن لو توفرت فيه الشروط اللي احنا بنقول عليها. ايه هي الشروط اللي تتواجد في التراس عشان يتحول هذا السيستم كل الممبرز اللي فيه فيها اكسيال فورس فقط عباره عن كومبريشن او تنشن؟ لازم تتوفر فيه مجموعه شروط. الشرط الاول ان هي بيعمل يونتس عباره ان هو يبقى ستيبل، طبعا ان هو يعمل يونتس عباره عن ترانجلز كل الممبر، ده الشرط الاول. الشرط الثاني كل الممبرز كونكتد مع بعض، كونكتد توجذر ويز بينز اور هنجز.
تمام. دي شرط. الشرط التالت وده مهم جدا، ان كل الايه الاحمال اني لود بقت concentrated at joints، يبقى ما الاقيش اي حمل موجود في نص ممبر او في جزء من ممبر وهكذا. تمام. يبقى عشان اول internal forces دي، يبقى انا محتاج عندي طريقتين مشهورين لحساب الانترنال فورسز للستاتيك ديترمنت ستراس، ودي ستاتيك ديترمنت ستراس. عندي ميثود اوف جوينتس وميثود اوف سيكشنز. الميثود اوف جوينتس بتعتمد على ايه؟ اول خطوه انا بعملها لازم احسب الاكسترنال رياكشن اللي موجود عندي. يبقى عندي تراس كده في البدايه، اول خطوه ايا كان بقى هشتغل تراس اشغل سوري جوينت ميثود او سيكشن ميثود، ان انا احسب الاكسترنال رياكشنز اللي موجود عندي. طيب وبعد ما احسب الاكسترنال رياكشن ابدا اخد جوينت جوينت وافصلها. وانس ان انا افصلها يعني هعمل كاتنج كده، اول ما اعمل كات للممبرز دي تبدا تظهر الفورس اللي جواها. الاقي ان في عندي فورس مثلا في الممبر اي بي وفورس موجوده في الاي اف، يبقى عندي مجموعه ممبرز متقابلين كلهم عند الجوينت اللي اسمها ار. طيب او سوري الجوينت اسمها ايه؟ الرياكشن اللي اسمه ار. ما عنديش الا معادلات الاتزان اللي احنا عارفينها، سيجما الفورس جا اكس، سيجما الفورس جا واي ايكوال زيرو، سيجما المومنت ايكوال زيرو. طيب ولكن الحاله بتاعتنا دي ان اي جوينت لما هفصلها يبقى معنى كده ان كل الفورسز اللي فيها متقابله عند الجوينت دي، يعني عندي حالة concurrent forces، وبالتالي سيجما المومنت ما عنديش اساسا distance، ما فيش مسافة للفورس، انا المومنت عبارة عن اف دي او force multiply distance، ما عنديش distance، هنا كلهم متقابلين في نقطة واحدة، وبالتالي ما عنديش الا two independent equilibrium equations only، سيجما الفورس تجاه x، سيجما الفورسز في اتجاه الواي. طيب انا هاخد الجوينت هبدا اشتغل عليها اطبق عليها معادلتين اتزان فقط، يبقى سيجما فورس جا اكس سيجما فورس جا واي. يبقى وانس ان انا عندي معادلتين فقط يبقى انا ما اقدرش اتعامل الا مع عدد النونز ايكوال 2 اللي هو عادل ايكويليبريم ايكويشنز. يبقى انا لما اختار جوينت ما اقدرش وانا كده اروح بادئ من البدايه اقول طب هبتدي بنقطه اف. نقطه اف دي انا عندي لسه الفورس دي مجهولة والفورس دي مجهولة والفورس دي مجهولة، يبقى هشتغل ازاي؟ ما عنديش الا تو اكويشن يبقى انونز، ويبقى عندي يبقى في الحالة دي ما اقدرش اكمل التراس بتاعي. يبقى لازم يو هاف تو ستارت فروم ا بوينت هاف تو انونز اونلي، بحيث بعد كده تبدا تكمل الايه السيناريو بتاعك، هتلاقي كل واحد بيرمي ممبر اللي بعده وهكذا. يعني مثلا لو كده ايه ربنا الدنيا ابتدي بنقطة ايه، كان عندي الفورس اللي هنا النون والفورس اللي هنا النون، يبقى ادي كام واحده؟ اثنين. والرياكشن ده انا اوريدي حسبته في اول خطوه خالص الاكسترنال رياكشن، يبقى هطبق سيجما الفورس تجاه الاكس سيجما الفورس تجاه الواي، جبت الفورس في الاي بي وجبت الفورس في الاي اف. طيب بقت الفورس هنا بقت معلومه، اجي اروح عند فورس عند سوري عند جوينت اف، يبقى سيجما الفورسز في اتجاه الاكس سيجما الفورس تجاه الواي عندي unknowns فقط، اقدر اجيبهم اقدر اجيبهم. خلاص بقت الفورس اف اي والفورس اف بي بقت معروفين، اخش على نقطه بي الاقي ان خلاص وانا بحل الاي جبت الفورس دي، وانا بحل الاف جبت الفورس دي، بقى عندي الاثنين دولت وهكذا. الاقي لو بدات بالاثنين الاقي ان كل واحد بيرمي اللي بعده بيرمي اللي بعده بيرمي اللي بعده وهكذا. ولكن دايما ايه الستارت زي ما قلت لك هي فكره ان انا هفترضها يعني ابتدي منها فين؟ ابتدي من جوينت يكون فيها مجهولين فقط عشان اقدر استغل الافيلبل ايكويشن اللي موجوده عندي. طيب في نقطه مهمه جدا جدا جدا، احدد الفورس تنشن ولا كومبريشن على اي اساس؟ اولا لما اجي اعبر عن الفورس لازم اعبر عنها ب تو ايرورز، دي سهمين موجودين على الممبر. تمام؟ بير اوف ايه؟ اوف ايرورز، بحيث الاثنين يكون اوبوزيت ان دايركشن.
بحيث ان في الاخر محصلتهم internal force، تمام، هو يعني بعبر عنها دايما ب ايه اكشن ورياكشن. طيب لو جيت سالتك كده قلت لك طب الممبر مثلا اي اف او الممبر اف اي، هل ده في كومبريشن فورس ولا تنشن فورس بناء على اللي انا رسمه ده؟ الممبر مثلا الاي بي هل هو تنشن ولا كومبريشن فورس؟ احنا قلنا هما خلاص احنا متفقين ان كل الممبرز فيها اكسيال فورس فقط، تنشن يا كومبريشن. امتى اقول ان هو تنشن فورس وامتى اقول ان هي كومبريشن فورس؟ لما اجي ابص على الممبر اي بي مثلا ده، لما اجي ابص على الممبر اي بي الاقي ان السهم دون وفي وشه الناحيه الثانيه السهم الثاني، فيديني انديكيشن كده ان هو كومبريشن، الاثنين بيضغطوا على بعض. اجي ابص على الممبر اللي هو اي اف الاقي ان الاف والسهمين عكس بعض فكانهم بيشدوا الممبر، الكلام ده غلط. احدد بناء على ايه التنشن او كومبريشن؟ بناء على الجوينت. يعني ايه الجوينت؟ يعني هل السهم ده يعمل كومبريشن ولا تنشن على الجوينت؟ لو بيعمل كومبريشن يعني بيضغط عليها داخل عليها اهو، دي كومبريشن فورس. لو السهم بتاعي يعمل تنشن الجوينت يبقى ده تنشن فورس. واضحه؟ يعني لو بصيت على نقطة الـ E دي مثلا الاقي ان الممبر FE يعمل كومبريشن، والممبر والممبر EB ده بيعمل تنشن. الفورس اللي موجودة في الـ ED عبارة عن كومبريشن. القاعدة عندك كده، احدد التنشن او كومبريشن بناء على ايه؟ بناء على اتجاه السهم ريليتد للجوينت، ريليتد للجوينت. طيب هل ينفع الممبر يشيل تنشن من ناحيه ويشيل كومبريشن من ناحيه ثانيه؟ لا طبعا. معنى كده ان الممبر بتاعي ده عامل كومبريشن يبقى اكيد لازم يبقى السهم بتاعه هنا كومبريشن والناحيه الثانيه كومبريشن. لو بيعمل تنشن يبقى بيعمل تنشن هنا وبيعمل تنشن هنا. الممبر الواحد يشيل فورس واحده، تنشن يا كومبريشن. معبر عنها ازاي؟ يبقى الممبر ده واصل ما بين تو جوينتس، يبقى التو جوينتس دول يا معرضين لتنشن يا معرضين لايه؟ لكومبريشن. دي نقطه مهمه جدا وايه والناس ما تتلخبطش فيها. وانا بحل مثلا نقطه ال زي مثلا نقطه A وجبت خلاص ان الفورس بتاعت الاي بي موجوده هنا تنشن في هذا الاتجاه، وانا عند نقطه دي خلاص عارف اتجاهها احطها تنشن عكس الاتجاه على طول، مش محتاج ان انا عايز اعرف البي دي ان الممبر اي بي في تنشن ولا كومبريشن، انت اوريدي عرفت ان هي تنشن وانت بتحل نقطه دي، مش محتاج ان انت تفكر ان هي كانت تنشن ولا كومبريشن. يبقى بس تراعي ان انت زي ما قلت لك التنشن او كومبريشن ريليتد لمين؟ ريليتد للجوينت. طيب احدد، طب انا فصلت دلوقتي احد، انا دلوقتي لسه الكلام ده بالنسبه لي مجهول، انا مش عارف خدت نقطه الاي بره كده، رحت واخد ادي نقطه الاي، عندي رياكشن وعندي فورس هنا وعندي فورس هنا، انا مش عارفها، دي اللي اسمها اي اف ودي اسمها اي بي. طيب احدد اتجاهاتهم من البدايه كده، لسه مش عارف حاجه، لسه هحسب هطبق معادلات الديزاين. اشتغل ازاي؟ عندي طريقتين. عندي حاجه بنسميها باي انسبكشن، تيجي كده بالخبره شويه وليها بعض القواعد مش عايز ادخلك فيها. ابدا اشوف بالاحساس كده، لما عندي المثلث البسيط ده انا بحاول اشد بفورس هذا الاتجاه. الممبر بي سي ده منع الاي بي ان هو يقع، انا اكن ده منعه كده، اعتبر ان البي سي كومبريشن فورس. اي انسبكشن كده بالايه؟ باللوجيك، تمام. طيب انت ما عندكش هذه القدره، ما عندكش الخبره ان انت تقول اه ده يبقى تنش يبقى كومبريشن، ده يبقى كذا، ده يبقى كذا، انا اعمل ايه؟ يبقى الطريقه الثانيه ان انت
دي اللي انا بفضلها، عشان دي بالنسبه للطلبه بالذات او الطلاب ان هي تبقى ماشيه جنب الحيط عشان ما يغلطش. ان انا افترض ان كل الممبرز انتنشن، يعني لما باخد الجوينت افصلها واعمل فري باي دايجرام للجوينت دي، افترض ان هم كلهم انتنشن. يعني ايه انتنشن؟ يعني كلهم بيعملوا بولينج، بيعملوا بيشدوا الجوينت دي، وابدا اطبق معادلات الاتزان. بقت الفاليو بتاعتك بوزيتيف بخير وبركه، معنى كده ان هي تنشن فورس ان سيم دايركشن انت فرضته. طلعت نيجاتيف يبقى وانت مغمض تبقى انت عارف ان هي ايه؟ كومبريشن. انت مغمض عارف ان هي كومبريشن، يبقى انت افترض الفورسز في التنشن انها كلها في التنشن، تمام؟ بعد ان هي تنشن فورسز، بعد كده هطبق معادلات الاتزان، سيجما الفورس تجاه اكس، سيجما الفورس اتجاه الواي، وهكذا. طيب طبقت سيجما فورس تجاه اكس، سيجما فورس تجاه واي، بدات اطلع الفاليوز بتاعتي. طلعت الفاليو بتاعتي بوزيتيف، يبقى معنى كده هذا يدل على ايه؟ يدل ان انت الدايركشن اللي انت افترضته مظبوط، ومعنى كده ان هو تنشن فورس. طلعت نيجاتيف، معنى كده الدايركشن اللي انت افترضته ده مش مظبوط، معنى كده ان الفورس بتاعتك في عكس الاتجاه، اللي هي بمعنى الصح في الحاله دي ايه؟ الكومبريشن فورس. يبقى بقت عندك علامه كده عشان الناس بتتلخبط في اذا كان تنشن او كومبريشن وهو في الحسابات. يبقى انت لو ثبتت هذا السيكونس، البوزيتيف فاليو تبقى تنشن فورس، النيجاتيف فاليو تبقى كومبريشن فورس على طول. ولكن ده ليس الزامي زي ما قلت لك، ده كده يعني ايه اسلوب للحل يريحك. تيجي تبص على امثله ثانيه هتلاقي لا الراجل مثلا مره يفرض تنشن، مره يفرض كومبريشن وخلاص، فمره يطلع بوزيتيف عنده ويقولوا كومبريشن، مره يطلع تنشن عنده. لكن دي انا ارى ان من رؤيتي بعض مع زمايلكم قبل كده دي بتلخبط ناس كتير. فده كان افضل حل ان ناس تمشي جنب الحيط كده، تفترض تنشن يبقى لو بوزيتيف يبقى تنشن فورس، لو نيجاتيف تبقى كومبريشن فورس. قبل ما نخش في السبيشال كونديشنز كده، هيبقى اخليها المره الجايه ان شاء الله، بحيث ان احنا نشوف مثال محلول بطريقه الجوينت او ميثود اوف جوينتس، ونشوف موضوع السبيشال كونديشنز دي مع بعض ان شاء الله. نشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله. لو في اي حد عنده اسئله اتفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم.